لمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أحمد. اسمح لي أبدأ من اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد من عدد من لجان الكونغرس الأمريكي واهتمام دوائر صنع القرار الأمريكي بالتواصل مع مصر، وما جاء خلال هذا اللقاء من التحذير المصري الذي حذر منه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالتوافق أو العمل على ما تم التوافق عليه ويحظى بشرعية دولية، وهو حل الدولتين وإنهاء هذا الصراع الذي كلف الفلسطينيون والمنطقة الكثير الحياة وأدى إلى كارثة إنسانية. تحياتي لك سمر ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن مصر حذرت كثيرا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من مخاطر توسع إقليميا، في ظل أن هناك الآن من يقود المنطقة إلى مزيد من الحرائق والاشتعال، وعلى رأس هذا التيار المتشدد هو الحكومة الإسرائيلية واليمين الإسرائيلي الذي يسعى إلى إشعال المنطقة حقيقة لتحقيق مصالح سياسية خاصة به هو. في ظل استمرار عدوانه على غزة منذ أكثر من 10 أشهر يريد الآن وبالتزامن إشعال الضفة الغربية، وهذا ما حذرت منه مصر حقيقة، ومخاطر هذا التصعيد وسياسة إشعال الحرائق وحافة الهوية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية. بالطبع لقاء الرئيس السيسي اليوم مع وفد من لجان الكونجرس الأمريكي وبيعكس أولا مركزية الدور المصري كأنها ستمثل تيار الاستقرار والاعتدال والسلام والازدهار والتعاون في مقابل من يقود المنطقة من إلى مزيد من الاشتعال والحرائق، وبيعكس أيضا أهمية التنسيق المصري الأمريكي حقيقة وإصرار البلدين على المضي قدما في مسار المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين، باعتبار أن وقف العدوان هو السبيل لأيضا لوقف بيئة العنف في المنطقة، إضافة أيضا إلى رسائل الرئيس السيسي الواضحة في كل لقاء حقيقة مع كل مسؤول سواء أجنبي أو أي مسؤول، وهو أن لابد من حل شامل وجذري لهذا الصراع من خلال السلام المستدام العادل الذي يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي هذا اللقاء بيعكس أهمية الكونجرس الأمريكي كأصبح له دور فاعل في السياسة الخارجية في الضغط في اتجاه أولا التوصل للاتفاق ووقف هذا العدوان، الضغط أيضا في اتجاه العمل على تحقيق الاستقرار من خلال تحقيق السلام وإطلاق مسار للمفاوضات، باعتبار أن ذلك ليس فقط مصلحة لدول المنطقة ولكن أيضا مصلحة للجانب الأمريكي بحكم تشابكاته ومصالحه في المنطقة، وبحكم أن أمريكا منخرطة وهي أيضا لديها فاعل وأنها أيضا راعي رسمي لعملية السلام. وبالتالي كانت رسالة الرئيس السيسي واضحة حقيقة أن المنطقة تسير نحو مزيد من التصعيد، هناك من يشعل الحرائق، هناك من يقود المنطقة إلى مزيد من التوتر، وبالتالي هذا يتطلب أن يكون هناك وقفة حازمة، تحرك فوري سواء من المجتمع الدولي أو القوى الفاعلة فيه، أولا لنزع فتيل التوتر وهذه الأزمات، وثانيا العمل على تحقيق الاستقرار حتى لا تنجرف المنطقة إلى مزيد من الحروب التي يدفع ثمنها دائما الأبرياء والمدنيين. أين نذهب؟ سؤال يطرحه الغزيون في ظل استهداف قوات الاحتلال لجميع البنى التحتية، استهداف مخيمات النازحين، جميع الأماكن التي تدعي إسرائيل أنها مناطق آمنة. الواقع ثمر هذا السؤال أيضا يعني سؤال صعب للأسف، لأن أين نذهب؟ نذهب أن هناك الآن إصرار من حكومة الحرب الإسرائيلية على المزيد من الحرائق والتوتر والتصعيد، المزيد من الاستمرار في انتهاك كل القوانين الدولية وارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. لم يعد فقط هذه الجرائم في غزة ولكن أيضا انتقلت الآن إلى الضفة الغربية وإشعال الضفة، رأينا في جنين ونابلس وطولكرم وطوباس والمخيمات ومخيم نور شمس، ونفس القصة يحدث من هدم للبنية الأساسية، من انتهاك، من قتل، من تجريف للبنى التحتية، كلها تعكس حقيقة أن هناك مخطط خبيث إسرائيلي لتصفية الأراضي الفلسطينية وإفراغها من سكانها. وأنا في اعتقادي هذا يمثل خطورة، لأن يعني قبل أيام كانت تصريحات من وزير إسرائيلي بن غفير بأن سينوي إقامة كنيسة يهودي في المسجد الأقصى، وفي نفس الوقت هناك إشعال
للحراك في المدن الضفة الغربية وهناك استمرار للعدوان. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك إصرار حقيقي لإشعال المنطقة، وهذا ما حذرت منه مصر. يعني هناك مخاطر وعلى المجتمع الدولي خاصة القوى الفاعلة مثل أمريكا تحديدا أن صحيح. تتحرك بفعالية، لأن السياسة المزدوجة والسياسة المائعة هي من شجعت حكومة الاحتلال على المضي قدما في هذا العدوان والاستمرار في تحدي الشرعية الدولية والقرارات. على ذكر السياسة المائعة دكتور أحمد اسمح لي، يعني عندما تسمع عن مسألة أنه ربما يتم فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين، هذه العقوبات يعني ربما تشتمل على يعني فرض قيود على الأموال أو ما إلى ذلك، يعني أمور تندرج أيضا أو تعتبرها دكتور تحت بند السياسات المائعة. هل تساوي ما يتم ارتكابه من جرائم حرب وقتل وإبادة في قطاع غزة؟ بالفعل هذا سياسة مائعة، وهذا نوع من قبيل يعني زر الرماد في العيون مقابل تجميل الصورة ومحاولة الظهور بأن هناك ضغوط من خلال هذه العقوبات الرمزية الوهمية سواء على بعض الوزراء أو على المستوطنين أو غيرها، وهي لا تجد حقيقة أولا سبيل على الأرض الواقع، كما أنها غير ذات فعالية. بمعنى العقوبات الأمريكية دائما هي تعني حتين، تعني أولا الصدرات أموال هؤلاء في البنوك الأمريكية، وهذا لا أصلا غير موجود. الأمر الثاني منع السفر إلى أمريكا، وما دون ذلك ليس لا فعالية. وأعتقد أن هذا لا يمكن أن يشكل ضغط حقيقي على ردع هذه حكومة الحرب الإسرائيلية وهذا التطرف وهذا الاندفاع الجنوني والهستيري نحو مزيد من إشعال المنطقة. الآن ما يحدث في المسجد الأقصى، ما يحدث في الضفة الغربية، ما يحدث من استمرار العدوان في غزة، كل هذا بيغذي بيئة الصراع في المنطقة. وأنا في اعتقادي الرسالة المصرية اليوم كانت واضحة من خلال الرئيس السيسي لوفد الكونجرس، هذا يمثل أهمية كبيرة لأن الكونجرس الأمريكي لديه أيضا دور مهم مع البيت الأبيض، لأن صحيح. أمريكا هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل. وهذا التحذير واضح بأن أمريكا عليها أن تدرك مخاطر استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي وأنها يجر المنطقة إلى مزيد من الصراع الذي لن يكون في مصلحة أحد بما في ذلك الجانب الأمريكي. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، بكل تأكيد دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك.